ومعي في هذه اللحظات احد الحراس اللي ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الفتره القادمه، رمضان محمد مصطفى مواليد 99. برحب بك رمضان، ازيك؟ الحمد لله تمام، وشكرا لحضرتك على المقدمه الكويسه دي يعني، وبشكر حضرتك على المقدمه دي يعني. قول لي بقى، كابتن طارق سليمان دايما بيتعامل مع حراس قطاع الناشئين بشكل مختلف تماما، دايما بشوفه بيحضر ماتشاتهم بيتفرج عليهم. انت كمان اتصعدت مش في السفريه دي او في الرحله دي فقط، لا انت بقالك فتره بتطلع مع الفريق الاول بتأدي بعض التدريبات مع الحراس الكبار سواء الشناوي او اكرامي او حتى علي لطفي. كابتن طارق بيجي يتفرج على الماتشات بتاعتنا كل فتره، بيجي يتفرج وبيدي لكل واحد فرصه وبتاع، وكلنا بنشتغل واللي بنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي على ربنا يعني، وهو في الاخر الاختيار للجهاز الفني ولكابتن طارق يعني. اكيد مبسوط من التصعيد والتواجد في هذه الرحله، لكن بتفكر فيها ازاي كناحيه ناحيه فنيه او ناحيه كره قدم بقى كشغلك؟ والله يعني حاجة كويسة ان انا ابقى مع النادي الاهلي في اي مكان يعني، مش شرط في السفرية بس يعني، كفاية ان انا بتمرن معاه ومع النجوم الكبار، وبالنسبة لي يعني انا ده ماتش، وبالنسبة لي بتعامل مع النواة زي اي ماتش مع فرقتي وبتاع يعني، اي انا بتعامل مع الماتشات كلها كأنها ماتش واحد يعني، كفرقتي او في الدرجة الاولى. انت مواليد 99 لكن بتلعب مع بتصعد 97 ولا دايما في 99؟ ماتشاتي كلها مع ال 97. ده شيء ايجابي مع فريق اكبر منك في مرحله سنيه سنتين. يعني حاجه كويسه طبعا يعني، العب مع كابتن مدحت يعني بيديني الثقه، وكابتن خالد عثمان مدرب الحراس مديني الثقه طبعا ان انا بلعب معاهم، ودايما واقفين معايا وبيشجعوني وبيعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وبتاع، وانت جون كويس وبتاع يعني واقفين معايا يعني على طول. قول لي جيت الاهلي ازاي؟ يعني هل من نادي اخر ومن فتره قريبه ولا جاي عن طريق الاختبارات، او جيت انت اختبرت الاهلي؟ انا جيت عن طريق الاختبارات تبع النادي الاهلي في 2007، وكان اللي اختارني في الاختبارات كان كابتن طارق سليمان برضو، هو اللي اختارني وقال لي انا عايزك معايا وبتاع، ومضيت في النادي يعني من 2007. يعني بعد 9 سنين اختبرك وشافك، وبعد 9 سنين دلوقتي ضمك فريق اول. طبعا حاجه كويسه يعني، هو عارفني من الاول وبتاع، وبعدين كلم المسؤولين تحت وقال لهم انا عايزه معايا فوق وبتاع، وطلعت معايا يعني بقالي 4 شهور دلوقتي. طيب في هذه الرحله انا عارف كان في حارس اخر متصاعد معاك، وكان في يعني اختيار بينك او بينه، يعني اشتغلتوا ازاي في المرحله ديت قبل السفر؟ والله احنا اشتغلنا في التمرين مع كابتن طارق وبتاع، هو كان الاختيار ليهم يعني، انا كنت يعني كان لو كان ان هو هيسافر وانا ما كنتش هزعل يعني، الحاجه بتاعت ربنا يعني، وربنا ما بيجيبش حاجه وحشه يعني. مسافر مع علي لطفي لان بالتاكيد كابتن شريف اكرامي مصاب فمش مع الفريق، لكن نسبه المشاركه بقى بتتمنى ان شاء الله تشارك حتى لو جزء من المباراه، شايفها فرصه ازاي بالنسبه لك؟ وهتبقى قلقان ولا بتفكر فيها ازاي؟ طبعا يعني الفرصه في يعني فرصتي في المشاركه يعني، بتمنى ان انا اشارك، ودي هتبقى حاجه كويسه وخطوه كويسه ليا، وبالنسبه لي يعني شوف اكيد في سنه قلق بس ده طبيعي يعني، لانه يبقى اول ماتش يعني مع النادي ويبقى بره وبتاع، وماتش كويس يعني مع نادي الفجير الاماراتي وبتاع. بتتمرن مع اكرامي والشناوي وعلي، الحوار داير ازاي بينكم يعني بينك ومع الثلاثه الكبار؟ بصراحه هما الثلاثه يعني شخصيات كويسه، وبيتعاملوا معايا ان انا يعني زي اخوهم الصغير وبتاع، وبيتعاملوا معايا كويس وما بيحسنيش بفرق وبتاع، وكلهم بيتعاملوا معايا كويس وبيشجعوني في التمرين وبتاع، وكله تمام يعني. بس هم يعني مش اكتر من كده؟ لا طبعا يعني ليا الشرف ان انا بتمرن مع يعني الثلاثه دول بصراحه يعني، في اوضه اللبس طبعا بالكلام وبيهزروا وبتاع، مفيش فرق يعني، مفيش فرق بيني وبينهم يعني. طب رهيب مساله تتمرن في التتش، يمكن يعني دايما اي لعيب في قطاع الناشئين طموحه التتش، ملعب التتش في الجزيره. طبعا ده ملعب كبير وشاف نجوم كبيره بصراحه يعني، ونجوم كتير كانت تتمرن، واي حد بيتمنى في يتمرن في الملعب ده. قدامك كتير عشان تثبت وجودك، اكيد انت عارف مش من ماتش او اتنين يعني، لسه المشوار طويل ان شاء الله. طبعا يعني في 3 حراس يعني على مستوى عالي، وانا يعني بشارك في التمرين وبعمل اللي عليا، ومستني فرصتي في اي وقت ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. شكرا.